طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. ألو، وعليكم السلام. الحمد لله الساعة. طنجة حدا قواد عبد الرحمن. السلام عليكم خوتي، أنا فاطمة من طنجة. عندي واحد المشكل، انا ساكنه في كريابيت مع الناس في مع الجيران في السطاح. عندي كانوا عندي جوج بنيتات ورزقني ربي بجوج تويميات مؤخرا، يلا عندهم شهر ونص. دابا انا كنطلب من محسنين يشوفوا من حالي ومن حالات الصبيان. انا عندي الراجل خدام كيخدم غير 4 ايام في السيمانه ما كتكفاش، وعنده نظر ضعيف. من نظر باقا ما بدلوش، ما بقيتش عقلتها شحال من فويخ ملي عملهم. ملي كنقول له بدلهم كيقول لي ما نقدرش، يعني يلا كيوفر ديك المصرف ديال العواول ودي الكرة ودي الماء والضوء والمعيشة. المعيشة بعض المرات كنلحقوها بعض المرات ما كنلحقوهاش. دابا انا كنتمنى من المحسنين اللي كيشوفوني، كنتمنى من الله يعاونني ويعاونوني حتى هما ويوقفوا معايا ويشوفوا من حالة هاد الصبيان هادو، واخا ما يشوفوش من حالتي انا من حالة الراجل، يشوفوا من حالة ديال الصبيان. انا ولادي فين كنعسوا؟ عندي بيت هذا، بيت هذا اللي كريا الصبيان ستيتو كنزلو فوق الميسا، وحنايا كان كل واحد فيه كيطرش. باباهم في مطربه والعائله راه فاينه وانا الصغيره فاينه، 4 ديال قلت 6 نفوس في بيت واحد. دابا كنتمنى من الله والمحسنين انه يوقفوا معايا ويشوفوا من حالتي. السلام عليكم اخوان اخواتي، انتم كتشوفوا الحاله ديالي. عندي بيت وعندي تزاولوا جوج نفيسات جوج تويمات، وعندي جوج هما 4 وانا والمراه 5. السابينه كنعسوها في الارض، انا في مطربه، المراه في مطرب في الارض، العائله كبيره في مطربه، العواوي كنزلوا معها فوق الكوينه فوق الميسا. دابا كنتمنى من هاد المحسنين يشوفون هاد الحاله، هاد العواول ماشي لي، يشوفون هاد الحاله العواول اللي هادي كبروا والحاله ضعيفه. انا كندير غير الميناج، ما عنديش شي مهنه، وكنربح 2000 درهم. 2000 درهم كنخلص منها 75000 فرنك ذكرى، 20000 فرنك الماء والضو، زيد مصاريف العواول والتويمات الترويله والحليمه، كيبقى لي والو. دابا انا كنتمنى من هاد الاخوان يشوفون هاد الحاله ديالي وينقذوا هاد الصبيان. انا ربي هو اللي كينقذ، حقتهم اخوانهم السبب. الله يجزيكم بخير، تشوفون هذا الفيديو وتشوفون هذا الصبيان، وشكرا بزاف، والله يجزيكم بخير، والله يرحم الوالدين.